ومدير أكاديميات النادي الأهلي، والحديث عن التنسيق الكامل بين أكاديميات النادي الأهلي وقطاع الناشئين الذي يتولاه رسميا الكابتن فتحي مبروك. مهم جدا الكلام اللي الكابتن خالد بيبو قاله في هذا التقرير، وقال إن أكاديميات النادي الأهلي بتتعامل من ناحية فنية، وإن الهدف الرئيسي لأكاديميات النادي الأهلي هي الاستفادة الفنية، وكيف تستفيد من هذه الأكاديميات بانتشارك الواسع سواء داخل مصر أو خارجها يعني التعاقد وتواجد عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين والموهبين لوجودهم في الفريق الأول خلال الفترة القادمة. إذن أكاديمية النادي الأهلي خلال الفترة القادمة بالتأكيد هناك شغل مختلف، شغل فني هام جدا. شفنا هذا التقرير من فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد وكل أماكن النادي الأهلي سواء في مدينة نصر أو حتى الشيخ زايد، هناك ملاعب خاصة بالأكاديميات ومواعيد مختصة باللاعبين الناشئين ومواعيد تدريباتهم من خلال قطاع إداري وفني كبير جدا. هؤلاء المدربين الذين كانوا في هذه الصورة مع الكابتن خالد بيبو وبجواره الكابتن عبد النبي عاشور، كل هؤلاء المسؤولين عن أكاديمية النادي الأهلي بالطبع ننتظر منهم المزيد والمزيد خلال الفترة القادمة. لكن واحنا بنتحدث عن النادي الأهلي سواء في قطاع الفريق الأول أو حتى قطاع الناشئين، ننطلق إلى الألعاب الجماعية والنشاط الرياضي، وسيدات طايرة الأهلي بيستأنفوا التدريبات غدا بإذن الله استعدادا للموسم الجديد. سيدات طائرة الأهلي حازوا على العديد من الألقاب والبطولات ليس في العام الماضي فقط، ولكن خلال السنوات الأخيرة ما بين بطولات محلية دوري وكأس مصر ثم بطولة عربية وبطولة أفريقية تميزوا من خلالها خلال البطولة الأخيرة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل، أو حتى عندما أقيمت المباراة أو البطولة التي سبقتها خارج مصر، وصلوا إلى المراحل النهائية، لكن بالطبع بيأدوا استعدادات جيدة جدا للفوز بكل البطولات. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم إلي الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الطايرة، نتكلم معه عن الاستعدادات للفترة القادمة وما هو قادم والتعاقدات والصفقات الجديدة. كابتن حمدي أولا أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب، وطمنا بقى عن الاستعدادات الجارية لفريق سيدات الطايرة للموسم القادم. أهلا وسهلا أستاذ محمد، كل سنة وأنتم طيبين وقناة الأهلي بخير وكل جماهير النادي الأهلي طيبين وبخير الحمد لله. طبعا إحنا الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله هنبتدي فتره الاعداد بكره ان شاء الله باذن الله. طبعا عندنا امل كبير كجهاز فني ولاعيبه ان احنا نحقق نفس الانجازات اللي حققناها السنه اللي فاتت، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، دوري وكاس، رباعيه جديده ان شاء الله باذن الله في تحدي جديد لفريق كره الطائره السيدات باذن الله. بالطبع الموسم القادم هيعتبر هو الاصعب، لانك انك تصل للقمه صعبه لكن الحفاظ على القمه بيبقى اصعب. هتشتغل ازاي للمرحله القادمه كابتن حمدي في ظل انك بدعمت كمان بصفقات وجددت لعدد من اللاعبات اللي كانوا متواجدين مع الاهلي الموسم الماضي؟ اكيد طبعا ان انت تحقق انجاز ده بيبقى موضوع صعب، بس الاصعب منه ان انت تقدر تحقق نفس الانجاز لموسمين او ثلاثه ورا بعض، بيبقى العمليه صعبه جدا. لازم يبقى في عمليه تحدي وجد، يعني ان انت توجد للعيبة بتاعتك تحديات جديدة ودوافع جديدة ان هم يحققوا البطولات دي مرة تانية ويواجهوا المنافسة اللي هتبقى شرسة طبعا في الفترة الجاية متوقعة سواء محليا او افريقيا. كل الفرق بتدعم نفسها، كل الفرق بتبقى جاهزة للموسم الجديد، بتعمل صفقات، بس احنا الحمد لله احنا بنشتغل مع اللعيبة بتاعتنا واللعبات بتوعنا على موضوع الدوافع النفسية ديت، وعاملين برنامج كويس جدا سواء بدني او مهاري وفني وماتشات وديه ان شاء الله باذن الله. هيبقى الموضوع ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد معمول لهم برنامج كويس قوي بحيث ان هم يبقوا جاهزين للمنافسه الشرسه في الموسم القادم باذن الله. طيب خريطه الموسم القادم، يعني موعد انطلاق بطوله الدوري، المنافسه العربيه، اقامه البطوله العربيه هتكون فين؟ هل ممكن مصر هتنظمها او هيبقى خارج مصر؟ ايضا البطوله الافريقيه خلال العام القادم. والله ان شاء الله باذن الله بالنسبه للمنافسه المحليه هتبقى متوقع لها في شهر اكتوبر باذن الله الموسم يبتدي محلي. بالنسبه للبطوله العربيه باذن الله هتبقى في ديسمبر، الميعاد بتاعها كل سنه بيبقى ديسمبر، والسنه دي في تحدي طبعا لينا ان البطوله هتبقى في تونس في نادي صفاقسي التونسي بينظمها السنه دي، هيبقى في منافسه سواء مع صفاقسي او مع نادي قرطاج التونسي، يعني هتبقى منافسه مصريه تونسيه، واحنا عارفين الانديه التونسيه في الفتره الاخيره بتنافس النادي الاهلي سواء في البطولات العربيه او في خلال البطولات الافريقيه، فمتوقع انها هتبقى بطوله قويه جدا في ظل الاخبار اللي بتقول طبعا ان الفرقه التونسيه هتدعم صفوفها بلاعبات محترفات على مستوى عالي يعني. طيب هل في تدعيم بلاعبه اجنبيه اخرى خلال الفتره القادمه ولا نكتفي بالمجموعه اللي معانا؟
لا الحمد لله احنا الموسم ده قدرنا ان احنا ننجح في التجديد لنجوم فرقتنا كلهم، الحمد لله كلهم موجودين معانا الموسم الجديد، بالاضافه طبعا لان احنا عملنا صفقتين من مصر هنا، دعاء محمد لعيبه الزمالك وساره امين لعيبه الشمس، هيبقوا اضافه لينا قويه جدا باذن الله، بالاضافه طبعا اللعيبه المحترفه. طبعا احنا بنفكر ان شاء الله ان احنا نجدد للعيبه المحترفه اللي كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت، لعيبه ادت اداء عالي جدا وكانت مميزه جدا في ال4 بطولات، فلو نجحنا ان احنا نجدد لها الفتره الجايه باذن الله هيبقى الفريق مكتمل وجاهز ان شاء الله للموسم. تجديد الدوافع يا كابتن حمدي، هتجدد دوافع اللاعبات ازاي للمرحله القادمه؟ والله انا دايما بنتكلم في الحته النفسيه دي مع اللاعبات، ان احنا النادي الاهلي فرقه كره طائرة سيدات، الجمهور بتاعنا دايما منتظر مننا البطولات، ما بيعترفش مننا غير بالبطولات، والنادي الاهلي ما بيعترفش غير بالمركز الاول، فده بنتكلم معاهم في الحته ديت، هما بيبقوا متفاهمين قوي للحته ديت. تاني حاجه ان احنا السنه دي عاملين منافسه قويه جدا بين اللاعبات في كل مركز، ان يبقى متواجد اكتر من 2 3 لعيبه في كل مركز، وتوصل ل4 لعيبه في كل مركز، يحصل منافسه بينهم بحيث كل اللعبات تبقى جاهزة ومستواهم عالي جدا، اللي نحتاجه يقدر يمثل النادي الأهلي ويبقى جاهز ويحرز بطولة النادي الأهلي بإذن الله. بإذن الله يا رب، إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله، والحفاظ على ال4 بطولات من خلالك ومع اللاعبات إن شاء الله خلال الموسم القادم. شكرا جزيلا كابتن حمدي. كان معنا على التليفون كابتن حمدي الصافي.